السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى الموجزة الرياضية. يغادر فريق سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة للفنون القتال المختلطة أرض الوطن متوجها إلى مدينة برمنغهام البريطانية، وذلك للمشاركة في بطولة أوروبا الدولية المفتوحة التي ينظمها الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة بالتعاون مع الاتحاد البريطاني للعبة في الفترة من 19 وحتى 22 من نوفمبر الجاري. أحرز اللاعب حسين شاكر ثلاثية في الثواني الأخيرة قاد فريقه للأهلي لتحقيق فوزا ثمينا على المنامة بثمانين نقطة مقابل 79. يتأجل بذلك حسم هوية بطل مسابقة كأس السوبر لكرة السلة إلى مباراة فاصلة ستقام يوم الأربعاء المقبل، حيث تقاسم الفريقان الفوز في النهائي الأول والثاني. وشهد اللقاء تألق اللاعب حسين شاكر بعد أن سجل 22 نقطة للأهلي، مما كان أبرز مسجلين منام اللاعب محمد كويد برصيد 18 نقطة.